بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفرجنا على الانتيتي المرة اللي فاتت وقلنا ازاي يفتح لي ويب بيج جديدة. طب انا عايز الاوبن بقى دلوقتي، ما تفتحش ويب بيج جديدة، انا عايز اعمل اكتيفيتي جديدة، يعني في شاشة جديدة. فجيت كده كليك يمين ونيو واكتيفيتيز، وعندي الانواع بتاعت الاكتيفيتيز اهي. قلت له انا عايز امتي اكتيفيتي خالص، اكتيفيتي تانية فاضية. تمام، الاكتيفيتي الفاضية دي انا عايز لما ارجع تفتح، وبالتالي طبعا وممكن ادوس على زرار ارجع وهكذا. خلاص بقى نفس الفكرية، كل واحد اللي بيحركك من اكتيفيتي لاكتيفيتي. فعملت اكتيفيتي سميتها سكند اكتيفيتي، طبعا اللي اوت هيبقى اسمه اكتيفيتي اندرسكور سكند، يعني مش مشكله. قلت له اوكي، هيبدا بقى ايه يكريت لي الحاجات ويرميها. فحط جوه ملف الكي تي حط لي، وملف الايه اللي اوت حط لي برده الايه الاكتيفيتي اللي هي السكند دي. تمام، بقت موجوده والكود بتاعها لسه ايه فاضي، هو السكرين بتاعتها فاضيه. فبقى في اكتيفيتي خلاص، بقى في اكتيفيتي 2. انا عايز اعمل اكتيفيتي واحده، اقدر اروح على اكتيفيتي 2. اكتيفيتي 2 طبعا دلوقتي بالنسبه لنا فاضيه، هجيب فيها لينير لي اوت بس فيرتيكال، حطيته واديله طبعا عشان هي محطوطه بكونسترين، هديله مثلا 8 من جميع الجهات دي بي. عشان يسيب كده ايه مارجن او هوامش كده جانبيه من فوق ومن تحت ومن على الجوانب، يعني الاربع جوانب. وابدا مثلا اجيب باتن مثلا احطه جواه، اول حاجه كده باتن كده يكون مثلا بيرجعني مثلا للاكتيفيتي الثاني مثلا، وليكن يعني اسميه مثلا باك مثلا، ماشي، باك تو فيرست اي اكتيفيتي، يعني يرجع، يعني المفترض ان الاكتيفيتي الاولانيه لما ادوس على اوبن يديني على اكتيفيتي 2، واكتيفيتي 2 فيها باك تو فيرست اكتيفيتي، لما ادوس عليه يرجعني مين ليها. فبالتالي دي بقى اتنقل ما بين الاكتيفيتيز اللي موجوده عندي في الاب بتاعي، سميته باك باتن. تمام، ادي الباك باتن بتاعنا اهو، مفيش فيه مشكله ان شاء الله. الاول نروح له وبعد كده بقى نرجع له. يعني خلينا الاول في المين، نرجع للمين اكتيفيتي ونروح على الاوبن بقى. بدل ما كان بيطلع التوست كده اوبن، هقول له لا، احنا عايزين نعمل فكره الاكتيفيتي، بس المره مش تفتح بقى ويب بيج زي المره اللي فاتت، عايزين تفتح الاكتيفيتي الثانيه. فاعمل ايه؟ قلت له عرف الاول فال انتنت خلاص، وعرفه مين النوع بيساوي او بيساوي انتنت، والانتنت دي احدد الاكشن بتاعنا ان هو هيفتح، عباره عن ان هو يفتح فيو جديده. فبحددها ازاي؟ بقول له اولا طبعا زيس عشان يبقى عارف ان احنا في نفس الاطار اللي احنا فيه، لكن الكونتكست اللي احنا فيه يعني. وحدد الايه ان انا عايز افتح السكند اكتيفيتي على طول. فقلت له من دي الى السكند اكتيفيتي، بس لازم اقول مش دوت اري، لا كولون كولون كلاس جافا كولون كولون، ايوه، وقلت له كلاس دوت جافا. خلاص كده هو عرف الذس اللي احنا فيها دلوقتي، يبقى عارف الشاشه الاولى سكند اكتيفيتي كلاس جافا، فكده عرف ان هو يروح للايه للاكتيفيتي الثانيه. هو له ستارت اكتيفيتي، وبالتالي بقول له انا فين وهتروح فين، واقول له ستارت يلا يا عم الاكتيفيتي، بس مش اكتر من كده. فالموضوع بتاع ان احنا نروح من اكتيفيتي لاكتيفيتي ده سهل جدا. فلو جينا عملنا كده ري ران، تمام اهو، فجيت كده من الاوبشن منيو بتاعتي وهخش على اوبن نيو، اسف نيو، طلع نيو دي وهتوديني للويب بيج. معلش خلينا ايه في اوبن، يعني نرجع كده تاني اوبن، طلع لي ادي الايه الاكتيفيتي الثانيه، بس البطن مستخبي تحت البتاع تحت. طيب نرجع نظبط الاكتيفيتي الثانيه السكند اكتيفيتي اللي عندك فيه مشكله. الويث والهايت والكلام ده كله واخد ابعاد محدده، انا مش عايز كده، انا عايز ماتش بيرنت وخلاص. الويث ياخد ماتش البيرنت، اما الهايت ياخد برضو ماتش البيرنت. ونجرب للاسف اللينير لي اوت لينير تاخد ماتش البيرنت كله عرض وطول. تمام، مش نيو، لا انا كنت بقى بعد الماتش بيرنت وماتش بيرنت للينير، عشان اللينير كانت داخله تحت المنيو بتاعتك تحت التايتل كده، ما بقاش تاخد تحت التايتل. فقلت له باك تو فيرست بقى، ما فيش لسه باتن عن برمجه. هو نفس فكرته عشان يرجعني لمين؟ يرجعني الاولانيه بنفس الكود، ما فيش فيها مشكله. يعني هاجي هنا عادي جوه الاوب كرييت وهقول له الباك باتن دوت سيت اون كليك ليزنر، يعني اول ما تدوس على الباتن اللي هو الباك باتن ده هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له كل اللي انا عايزه اعمل انتنت عاديه جدا، هقول له طبعا ذس اللي انا فيها، وهقول له بقى على المين اكتيفيتي الثانيه كولون كولون كلاس دوت جافا
ده المكان اللي انا عايز اروح له. طبعا هي بيقول لي انا عايز استدعي الانتنت، فبدوس الت وانتر وانا شغال على طول، تمام، عشان يجيبه لي من ايه، من مكان. طيب قلت له ذس وكوما، قلت له المين اكتيفيتي كولون كولون وكلاس دوت جافا، ده المكان اللي انا عايز اروح له، اللي هي الايه الشاشه الاولى بتاعتي او الاكتيفيتي الاولى بتاعتي. وبعد كده طبعا هنا ايه اندرويد دوت كونتنت دي هنبقى لازم نحطها طبعا، ستارت اكتيفيتي وابعت له الانتنت بتاعتي، وكده يقدر يرجع من ايه للي انا كنت فيها. طيب اهو، فهو على الانتنت وادوس الت وانتر، فهتطلع في الامبورت عندي فوق اهو، انت قلت له انا عايز اعمل امبورت، فحط لي فوق اندرويد دوت كونتنت دوت انتنت، ماشي، سايب وري ران، تعال نتست وافتح الاوبشن منيو بتاعته وادوس على اوبن، ادي ايه باك تو فيرست اكتيفيتي، تمام، رايح جاي ما عنديش مشكله. السلام عليكم ورحمه الله.